حضر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر مأدبة العشاء التي أقامها مساء اليوم معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، تكريما لقادة ورؤساء الحكومات والوفود المشاركة في القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي، وذلك في قاعة المؤتمرات بالبحرية الملكية التايلاندية في العاصمة بانكوك. وقد رحب رئيس وزراء تايلاند في كلمة له بالحضور معربا عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة، مؤكدة أهمية النتائج التي ستخرج بها القمة والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدان الآسيوية. من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها مملكة تايلاند الصديقة في الإعداد والترتيب لاستضافة القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي وما وفرته من إمكانيات وتسهيلات لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية من شأنها تعزيز التعاون الآسيوي ومد جسور التواصل والتقارب بين الدول الآسيوية بما يعزز من مكانتها السياسية والاقتصادية إقليميا وعالميا. وقد تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هامش مأدبة العشاء الأحاديث الودية مع رئيس وزراء مملكة تايلاند وقادة ورؤساء الحكومات والوفود المشاركين في القمة بشأن المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال القمة وأهميتها في تعزيز التعاون والتفاهم بين دول القارة الآسيوية.